صباح الفل عليكم. كل عدسة عندنا بيكون موجود عليها أرقام وحروف بتوضح العدسة دي بتعمل إيه بالظبط. النهاردة هنعرف كل ده بالتفصيل. أول حاجة لازم أعرفها هو إزاي أقرأ العدسة، يعني لو عايز أشتري عدسة جديدة هروح أطلبها إزاي، أو لو عايز أخدها من واحد صاحبي فأقول له أنا عايز عدسة إيه، لانها ما بتتقالش انا عايز عدسة وخلاص. او لو حتى حد رشح لي عدسة ان انا اشوفها او اجربها فلازم اروح اطلبها او ادور عليها باسم معين. قراية العدسة بتتكون من 3 اجزاء رئيسية، هما اسم الشركة المصنعة والبعد البؤري بتاعها وفتحة العدسة، وليكن مثلا كانون 2470 F2.8. وفي شوية حاجات بتكون موجودة تخص إصدار العدسة أو نوع الموتور المستخدم فيها، أو إنها مصنوعة بكواليتي كويسة مثلا، أو موجود فيها ميزة إضافية زيادة زي إنها بتكون بتصور ماكرو مثلا، أو فيها مانع اهتزاز للصورة. هناخدهم حاجة حاجة. وأول حاجة هي الشركة المصنعة، وهم كتير دلوقتي، وبينقسموا لحاجتين على حسب الشركة المصنعة دي بتنتج كاميرات أصلا فأوريدي بتنتج العدسات بتاعتها زي كانون ونيكون وسوني مثلا، أو بتنتج عدسات بس للكاميرات دي زي تامرون وسيجما وغيرهم. تاني حاجة هي البعد البؤري أو الفوكال لينس، والفوكال لينس هو نقطة تجمع الضوء تحديدا للعدسة الوسطى أو المركز البصري للعدسة للسنسور، وكل ما تقل المسافة أو الرقم ده كل ما كانت الرؤية أكبر، وعلشان كده البعد البؤري دايما هتشوفه على الكاميرا عبارة عن رقم واحد زي 50 ملي أو متغير مثلا زي 24-70 ملي. ونيجي هنا لتقسيم العدسات بتاعتنا لنوعين، عدسات زوم ذات بعد بؤري متغير وعدسات برايم ذات بعد بؤري ثابت. وعلشان نفهم البعد البؤري كويس لازم نعرف كمان ان الكاميرات بتيجي بحجم سنسور مختلف، واشهر نوعين هما الكاميرات الفول فريم والكروب فريم، وده موضوع ممكن نبقى نتكلم عنه بعدين لما نتكلم عن الكاميرا نفسها، لكن هنا مهم نتكلم عليه علشان كمان غير ان العدسات بتنقسم زوم وبرايم كمان بتنقسم لقسمين، هما عدسات الفول فريم وعدسات الكروب فريم. وبشكل كبير مش كل الشركات بتوضح ده صراحه على العدسات بتاعتها اذا كانت فول فريم او كروب فريم، ولكن هنعرف دلوقتي ايه اللي بيختلف بينهم للكانون والنيكون على سبيل المثال، وايه اللي بيفرق في موضوع حجم السنسور ده. خلينا متفقين الاول ان كل عدسات الفول فريم بتشتغل بكفاءه عاليه جدا على كل كاميرات الكروب فريم، ولكن العكس مش صحيح، لان بيظهر عندنا بعض المشاكل ان في عدسات كتير من الكروب فريم مش بتركب على كاميرات الفول فريم. ولكن لو لقيت عدسه كروب فريم وهتركب تمام على كاميرا فول فريم فهيظهر معاك مشكله تانية، ان بيكون للصوره حواف سوداء بتضطر انك تعمل لها كروب، وهنا بترجع تاني لنفس مقاس الكروب فريم. عدسات الكانون بتختلف عن عدسات النيكون في الكروب فريم، وكمان الكروب فاكتور بتاعهم مختلف عن بعض. في الكانون عدسات الفول فريم بيكون اسمها EF، والكروب فريم بيكون اسمها EFS، وزي ما اتفقنا مش شرط تلاقي ده مكتوب على اللينس خالص، ولكن في علامتين مميزين جدا هتلاقيهم عندك على العدسة لو انت من كانون يوزر. بالنسبة لعدسات الفول فريم هتلاقي فيها نقطة حمراء موجودة في ظهر العدسة او موجودة على الجنب بتاع العدسة من الظهر برضو، وبالنسبة للكروب فريم هتلاقيها نقطة بيضاء او مربع صغير ابيض ومش هتلاقي اي نقط حمراء خالص. والكروب فاكتور لعدسات الفول فريم الكانون هو 1.6، يعني انت لو معاك عدسه 50 ملي فول فريم وحطيتها على كاميرا كروب فريم فهتديك 80 ملي. اما بالنسبه للنيكون فعدسات الكروب فريم بيكون مكتوب عليها دي اكس، وعدسات الفول فريم بيكون مكتوب عليها اف اكس، ولو لقيت عدسه نيكون مش مكتوب عليها اي حاجه خالص فاعرف انها اف اكس يعني فول فريم، لان هم اوقات كتير مش بيكتبوا عليها حاجه خالص. والكروب فاكتور هنا مختلف عن الكانون لان هو بيساوي 1.5، يعني انت لو معاك عدسه 50 ملي فول فريم وحطيتها على كاميرا كروب فريم هتديك 75 ملي. وما تنساش زي ما قلنا ان احنا لو حطينا عدسات الكروب فريم على كاميرات الفول فريم انها هتدينا جوانب سوداء ومش هنستفيد منها حاجه. نرجع بقى للنقطه المهمه بتاعت عدسات الزوم وعدسات البرايم. عدسات الزوم بيكون فيها 2 رينج، واحد للفوكس زي ما هنعرف كمان شويه، وواحد لتغيير البعد البؤري للعدسه. اما عدسات البرايم فبيكون فيها رينج واحد للفوكس بس، ولكن في عدسات بيكون فيها كمان رينج لفتحه العدسه، او زي عدسات كانون الار اف الجديده اللي فيها رينج زياده تقدر تكستم زي ما انت عايز، سواء تتحكم فيه فتحة العدسة او في الايزو او في الشاتر سبيد. ولكن في كل الاحوال العدسات دي تمنها مش رخيص خالص لانها مش للفئة المتوسطة، وتمن العدسة الواحدة يعادل او يفوق تمن كاميرا كروب فريم كاملة. عرفنا ان البعد البؤري بيتقاس بالمليمتر، وكمان العدسات بتتسمى كده، والكل رقم زاوية رؤية ومجال بتشوف منه زي ما احنا شايفين دلوقتي، وكمان بتتقسم لانواع وكل نوع بيستخدم في نوع تصوير معين. نيجي
بيجي بعد كده لفتحة العدسة، وفتحة العدسة هي المسؤولة عن كمية الضوء اللي بيدخل لسنسور الكاميرا وبيكون الصورة. وكل ما كان رقم فتحة العدسة قليل، كل ما هيسمح بمرور كمية ضوء أكبر للسنسور، وهيدي لك مجال للرؤية أوضح ولكن في مساحة معينة. قبل ما نشوف مع بعض إزاي بتشتغل في الكاميرا، خلينا أديك مثال بسيط يوضح ده. أنت لما بتكون ماشي في الشمس وبتحتاج تقرأ حاجة، بتحس إنك مش قادر تشوفها كويس من كمية الضوء اللي حواليك، فبتبتدي تضيق عينك عشان تقدر تشوفها كويس زي ما أنت عملت كده بالظبط. وهنا أنت بتقلل كمية الضوء اللي بتدخل عينك عشان تقدر تشوف الحاجة دي، وفي نفس الوقت هتلاقي نفسك لسه شايف كل حاجة حواليها عادي. بعد كده أنت دخلت مكان الإضاءة فيه قليلة، فهتلاقي نفسك بتفتح عينك تلقائي على آخرها عشان تقدر تشوف كويس، وهنا عينك بتحاول تجمع أكبر قدر من الضوء عشان تقدر تشوف منه. ولو أنت مركز على حاجة واحدة وقتها، هتلاقي نفسك إنك مش شايف بقية الحاجات بتفاصيلها، أو شايف أكنها بلور كده. وهو ده اللي بيحصل بالظبط في العدسة. كل عدسة بيكون موجود فيها مجموعة شفرات بتفتح وتقفل بالمقدار اللي أنت بتحدده ليها، والشفرات دي هي اللي بتتحكم في كمية الضوء اللي بيمر من خلال العدسة للسنسور، وهي اللي بتحدد عمق مجال الرؤية. مجال الرؤية عندنا هنا بنسميه الفوكس فيلد، أو المجال اللي بتكون مركز فيه الصورة عليه، وبيكون موجود على العدسة زرار للتحكم في نظام الفوكس ده، تقدر تستخدمه مانوال أو أوتوماتيك. كده عرفنا إزاي نقرأ العدسة، سواء عايز أشتريها أو أطلبها من حد، أو حتى أدور عليها إزاي أستخدمها في أي حاجة على الإنترنت. نيجي بقى لشوية حاجات كده ممكن نلاقيها على العدسة، فنبقى عارفين برضو دي بتاعت إيه. أول حاجة هي إصدار العدسة، ودي بتكون موجودة على العدسة على شكل أرقام لاتينية، وبنقولها مارك 1 2 3 وهكذا، لأن الشركات أوقات بتحسن من جودة العدسات بتاعتها، فبتنزل منها إصدارات تانية، وبتفضل القديمة لسه موجودة زي ما هي، زي إنها تغير من وزن العدسة أو حجمها أو المكونات الداخلية أو الخارجية بتاعت العدسة. تاني حاجة، أوقات الشركات بتكتب اسم الموتور المستخدم في العدسة لو كانت بتدعم خاصية الأوتو فوكس أو فيها تحسينات تانية، لأن في عدسات كتير جدا بتكون مانوال فوكس. أول نوع معانا هو الـ USM أو الألتراسونيك موتور، ودي عدسات بيكون الموتور المستخدم فيها للفوكس فائق السرعة، على عكس العدسات العادية. عدسات الـ STM، ودي عدسات بيكون الموتور المستخدم فيها أحسن من الـ USM، وكمان صوت الموتور فيها بيكون أهدى بكتير من الـ USM، فهو خيار أفضل لمصورين الفيديو. عدسات النانو USM، ودي عدسات بيكون فيها الفوكس أسرع من الـ STM، والصوت بتاعها بيكون هادي، ولكن بتكون نقلة الفوكس بتاعتها حادة جدا مش هادية زي الـ STM، ولذلك مصورين الفيديو بيفضلوا عدسات الـ STM على النانو USM، على عكس مصورين الصور اللي بيفضلوا النانو USM على الـ STM. أوقات بنلاقي على عدسات الكانون حرف L باللون الأحمر كده، وهو بيرمز لسلسلة عدسات مختلفة جدا على العدسات العادية الكانون، وهي إن البيلد كواليتي بتاعتها بتكون أفضل، سواء من نوع الإزاز المستخدم فيها للعدسة، أو البلاستيك أو الأجزاء المعدنية في العدسة نفسها، وكمان نظام الفوكس فيها بيكون أفضل، وإن كلها بتكون عدسات فول فريم، وإن كل العدسات من الفئة دي بتحتوي على مقاس فلتر واحد، فأنت مش محتاج كل شوية تجيب فلتر جديد لو أنت بتستخدم نفس السلسلة دي من عدسات مختلفة. وفي فيديو هينزل قريب عن الفلاتر وشرحها واستخدامها وأنواعها لو أنت مهتم تعرف عنها. لو العدسة بتاعتك بتحتوي على مانع اهتزاز أو مثبت للصورة، فأنت هتلاقي موجود عليها أي رمز من الرموز دي على حسب نوع الكاميرا بتاعتك. فللكانون مثلا هتلاقي مكتوب IS، للنيكون VR، للسيجما OS، وكمان هتلاقي مفتاح على العدسة يخليك تقدر تتحكم في استخدام الوضع ده أو لا. كمان ممكن تلاقي على العدسة علامة على شكل الوردة كده، ودي معناها إن العدسة دي بتدعم تصوير الماكرو، أو بيكون مكتوب عليها كده بشكل صريح. وكمان ممكن تلاقي مكتوب عليها إنك تقدر تصور ماكرو من مسافة قد إيه، سواء كانت متر أو قدم. ولو كانت العدسة بتاعتك للتصوير العادي ولكنها بتدعم تصوير الماكرو، فأنت هتلاقي مفتاح فيها مخصوص للسويتش ما بين الوضع العادي ووضع تصوير الماكرو. آخر حاجة هي مقاس الفلتر، وهو بيكون عبارة عن رقم وجنبه علامة فاي، وده هتلاقيه موجود على العدسة من قدام أو موجود في ظهر الكاب بتاع العدسة من جوه. في دلوقتي سؤال مهم جدا بيراود أغلب المصورين أو الناس اللي لسه بتبتدي تصوير، هو اختار عدسة كام وأصور فيها على فتحة عدسة كام، وأوقف الجسم اللي أنا هصوره على مسافة قد إيه. فأنا هسيب لك لينك في الديسكريبشن تقدر تديله نوع الكاميرا بتاعتك والعدسة بتاعتك، وهتحط الأوبجكت اللي أنت هتصوره على مسافة قد إيه، وهو هيقول لك عمق المجال اللي أنت تقدر تستخدم فيه العدسة دي بفتحة العدسة دي هيكون قد إيه. لو عندك أي سؤال أو استفسار على العدسات، تقدر تسيبهولي في الكومنتات، وأشوفكوا الحلقة الجاية.